مما لا شك فيه ان في رجالة كتير قوي بيحبوا الست الرومانسية قوي، ولكن برضو في رجالة ما بتحبش الست الرومانسية قوي، لان ممكن تلاقي الرجل ده عملي قوي او مش رومانسي قوي او واقعي قوي. عامة هو ده موضوع حلقتنا بتاع النهاردة، هنرتب كل رجال الابراج من ال 12 للمركز الاول، يعني تحت عنوان اكتر رجال الابراج تفاهما وانجذابا، انجاز التعبير للانثى الرومانسيه. وخلينا كالعاده كده نتوقع، لان انا بقرا كل تعليقاتكم، فاكتبوا لي في التوقعات كده تتوقعوا يعني مين اللي هيتصدر الترتيب ومين اللي هيجي في منطقه وسطى ومين اللي هيجي في القاع من خلال تجاربكم. خلونا نتشارك، ويا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. ويلا بينا نبتدي في المركز ال 12 من بين كل رجال الابراج اقلهم تفاهما مع الانثى الرومانسيه وانجذابا لها وتوترا في علاقته بها، هو رجل برج الدلو الهوائي. صراحة شئنا أم أبينا مثل عليك إن هو بيحب الرومانسية والرومانسيين وحابب الصفة دي فيكي، ما انصحكيش إنك تصدقي الأسطوانة دي، لأن دي مش من طباعه اللي احنا نعرفها عنه، ومش من أحد الطرق إن انت تلفت انتباه رجل دلو إن انت تكوني رومانسية أوي، عكس الحال مع أبراج أو رجال أبراج أو أبراج رجال القمة. نعلى نوصل للمركز ال11، نلاقي رجل آخر زيه، هما الاتنين طينة واحدة عجينة واحدة، رجل برج القوس الناري. نفس الكلام حرفيا، الرومانسية مش في تفكيرنا ولا في مواصفاتنا في فتاة أحلامنا أو في الأنثى اللي ممكن تشدنا، مش من أولوياتنا إطلاقا إن هي تكون رومانسية، لا احنا عايزينها فرفوشة، عايزينها بتضحك تهزر مش نكادية، إيجابية طموحة، كل ده يفرق مع رجل برج القوس، ولكن رومانسية مش هتفرق معايا كتير زي ما ممكن يكون في دماغك. نعلى أكتر ونخش في الجد أكتر، لما نوصل للمركز العاشر نلاقي رجل آخر من نفس طينة الرجلين دول، ويا قلبي لا تحزن، يعني نفس الفلسفة واحدة، وهو رجل برج العذراء التراب. التلات رجال دول صراحة مش رومانسيين إطلاقا، ما نقدرش نقول عليهم إن هم أبراج رومانسية أو رجال، لأن الأنثى تختلف، ما نقدرش نقول عنهم رجال رومانسية، هم رجال ممكن واقعية، ممكن رجال بعيدة عن الرومانسية، ممكن رجال يعني لا تستهويها الرومانسية، عكس الحال مع رجال القمة. نخش في منطقة وسطى وأعلى منهم شوية لما نلتقي في المركز التاسع برجل برج الجوزاء الهوائي، ما يعتبرش رومانسي بالدرجة الأولى، ولكن مقارنة بالرجال دي هو أعلى منهم شوية. الموضوع يعني شوية يعني برضه الورد والدباديب حلو، الرومانسية ممكن تعدي قدام عينيه كده، ممكن يكون لها سطر في كتابه أو في قاموسه. نخش في الجد أكتر ونعلى أكتر وأكتر. حد توقع؟ حد بيكتب؟ طيب حد يعرف مين اللي هيكون معانا في المركز الثامن؟ نلاقي رجل برج الجدي الترابي، يعني الرومانسية مش قوي، لا أنا عملي وأحب الأنثى العملية والطموحة والمتفاهمة والواقعية الحالمة، الرومانسية ممكن أزهق منها، تخيلوا. آه والله رجل برج الجدي ممكن يتهمها بصفات تزعجها، ممكن يجرحها وهو مش واخد باله. إذا الدستة دي كلها أو المجموعة الفريق ده كله من الرجال هم أكتر الرجال ممكن إنجاز التعبير انزعاجا من الأنثى الرومانسية أوي، من أول الطور اللي في المركز السابع. دي الأبراج بقى اللي محتاجة رومانسية بقدر ما في الأنثى اللي هترتبط بيها. رجل برج الثور بيجي في المركز السابع ويغلب عليه الجانب الواقعي، ولكن في حاجة إلى بعض من الجانب الرومانسي في الأنثى. يعني أنا هقول لكم حاجة وأبسطها لكم أكتر، كل الرجال اللي احنا خدناها دي لحد رجل برج الجدي لو الأنثى مش رومانسية خالص ما عندهمش مشكلة وما تفرقش معاهم، من أول برج الثور عايزين سنة، عايزين لمسة رومانسية فيكي كده من وقت للتاني من وقت لآخر. أعلى الجد أكتر وأكتر، نوصل للمركز السابع، رجل أكثر انجذابا للأنثى الرومانسية وتفاهما معها هو رجل برج الأسد
النار اللي بيجي في المركز السادس. اقدر اقول لك هنا لو انت مش انثى رومانسيه هيبقى في برضو نقص مفتقد رجل برج الاسد معاكي. اذا من اول رجل برج الاسد نقدر نقول هي دي الرجال اللي باحثه عن الرومانسيه كصفه شبه اوليه في صفات فتاه احلامهم. يعني رجل برج الاسد لما تيجي تقول له فتاه احلامك ايه، يعد لك شويه صفات ويجي في الاخر يقول لك كده، ويا سلام بقى لو عندها حته رومانسيه كده، ويا سلام لا تكون رومانسيه كده. ما ينزعجش رجل الاسد من رومانسيتك على فكره. ولكن الاسد مش زي اطلاقا رجل برج الحمل اللي بيجي في المركز الخامس اللي هو برجي. رجل برج الحمل اكثر واشد تفاهما مع الأنثى الرومانسية من كل الرجال اللي سبقته، وأصبح مطلب شبه أساسي في الأنثى اللي هيرتبط بها رجل الحمل إن هي تكون رومانسية. لازم يكون في جانب رومانسي في فتاة أحلام أنثى أو الأنثى اللي هيرتبط بها برج الحمل، أو اللي تلفت انتباهه أو اللي تشده أو اللي تستهويه. يعني احنا الان موعدنا مع رباعي خط النار، رباعي القمة في حلقة النهاردة. ويا ريت اقول لكم، يعني معلش انا بنسى وانتم عيلتي، لو شايفين الحلقة دي مفيدة يا ريت تدوسوا لايك توصل لبقية اصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الاشعارات العكس ديسلايك وقولوا لي السبب. المركز الرابع حد توقع المائيين. اذا رجل برج العقرب في المركز الرابع مطلب اساسي في الانثى اللي هيرتبط بيها هي الرومانسية، مش شبه اساسي، أساسي. رجل برج العقرب عشان تشديه وتستمري لازم يشعر منك برومانسية، وحتى لو رومانسيتك عالية مش هينزعج رجل برج العقرب، لأنه رجل بيحب الأنثى اللي فيها الطابع الرومانسي ده، اللي ممكن تحلم حتى في رومانسيتها وتهيم في الرومانسية بتاعت. ولكن العقرب مش زي رجل برج الميزان اللي في المركز الثالث. رجل برج الميزان رومانسي قوي وعايزها رومانسية قوي ومطلب أولي. يعني ممكن تسأل رجل برج الميزان ايه مواصفات فتاة احلامك، اول حاجة يقول لك رومانسية. شوفوا الفرق بقى، شوفوا ازاي انت لما تعرف طباع، انت لما تعرف طباع الرجل اللي انت مرتبطة بيها تعرفي تتعاملي معاه افضل ازاي واحسن، وتكسبيه وتستمليه. رجل برج الميزان لازم يشعر منك برومانسية، ولا سيما رومانسية فياضة. زودي في الرومانسية، مهما تكون رومانسية ما تداريش، وما تحاوليش ان انت تعملي واقعية او منتش رومانسية مع رجل برج الميزان، لان دي حاجة هتسعده قوي لما يلاقيكي رومانسية. ولكن الميزان ما هوش زي رجل برج السرطان اللي بيجي في المركز الثاني، اعلى منه واعلى من كل الرجال في التصنيف، محتلا مركز متقدما جدا الا وهو المركز الثاني بين اكثر رجال الابراج رومانسيه واستماله ونهما وتفاهما مع الانثى ذات الطابع الرومانسي القوي او العالي. وطبعا من اساسيات فتاه احلامه وانجذابه لك ان انت تكوني رومانسيه. وان كنت ما انتش رومانسيه تتوتر علاقتك برجل برج السرطان زي ما تتوتر برجل برج الميزان، والاتنين ما تستبعدش ان ممكن يبحثوا عن الصفة دي بره في غيري. طبعا متصدر رجال الابراج في حلقة النهاردة، اكثر رجال الابراج انجذابا وتفاهما وحبا وعشقا ونهما للانثى الرومانسية هو رجل برج الحوت المائي اللي بيتصدر الابراج وبيجي في المركز الاول في حلقة النهاردة. طبعا رجل برج الحوت لا غنى عن انثى رومانسيه في حياته، واذ لم يجد تلك الصفه تجد دائما شارد الذهن لائم لنفسه باحث عن تلك الانثى التي تحقق احلامه وطموحاته الرومانسيه. ومن هنا ممكن تكون باب لتعدد علاقاته او لانجراره للخيانات او ما شابه. اكتبوا لي ارائكم في الحلقه دي، يا ريت الانستجرام الفيسبوك قناتنا التانية للفضفضه، كل الروابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو. يا ريت تشرفونا بالانضمام ليها، هتوحشوني وان شاء الله نلتقي.